my neighbors and families are evacuating from their homes, but we don't know where can we go. No shelters, no safe places now in Gaza. All Gaza under attack, all Gaza under bombing. About the electricity, no internet, no power. About food and water are running out too. We are not safe. We don't know what's the next. And we don't know where can we go. There's no transportation, and I will not have any internet anymore. Please pray for us. عدت الآن إلى المكان الذي خليت إليه منزلي في المرة الأولى، وكان هناك غارات بالقرب منه. قبل قليل طلب من أكثر من مليون نسمة من شمال قطاع غزة، يعني يغادروا باتجاه جنوب قطاع غزة إلى خان يونس بالتحديد. وفي نفس الوقت لا زالت خان يونس تعرض للغارات، وكان هناك غارة قريبة جدا من بيتي، وأنا الآن مضطر للإخلاء للمرة الخامسة خلال 5 أيام. إحنا الآن في خان يونس، الحمد لله قدرنا إحنا نوصل، لكن ما في كهرباء، ما في مجال إحنا نشحن الجوالات واللابتوبس تبعنا. أنا الآن جالسة قدام شمعة علشان أقدر أصور الفيديو هذا. الطريق كان مرعب، كمية الدمار اللي شفناها كانت مرعبة، المناشير اللي نزلت من السماء، المناشير الورقية اللي نزلت من السماء اللي مكتوب فيها إنه أهل غزة لازم يخلوا المكان كانت أيضا مرعبة. ما حدا عارف شو راح يكون الوضع في الساعات القادمة.